تعالي سلمي على طنط يا غزل. انت بنت بتهزري يا بنت ولا بتستعبطي؟ غزوله العسوله. ماما ايه يا روح ماما؟ انا بحب الاغنيه دي منك يا ماما. وانا بحبك انت يا روح ماما. يا ماما ايه يا امنيه؟ بصي يا ماما انا اروح العب مع صاحبتي مكه. خلاص يا امنيه انا رايحه مشوار دلوقتي، لما ارجع ان شاء الله تبقى روحي العبي براحتك. يا ماما لا انا عايزه اروح العب دلوقتي. امنيه انا رايحه مشوار، مين هيقعد مع اختك؟ معرفش يا ماما. خلاص خدي اختك معاكي. ماما على فكره زهقت من غزل يا ماما. كده يا امنيه برضه؟ ايوه يا ماما انا عايزه العب براحتي يا ماما. حرام يا امنيه تقولي كده قدام اختك يا امنيه، بكره ان شاء الله اختك هتفتح وتعمل العمليه وتنزل تلعب معاكي يا امنيه براحتها. ليه تعملي كده وما تكلميش كده قدام اختك؟ نفسيتها هتتعب يا امنيه. حاضر حاضر امنيه. حاضر. اختك في عينك. حاضر. وعينك ما تغيبش عنها. حاضر. ما تفضلي ماسكاها كده في ايديكي، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فهمت يا ماما. ولا ما تروحيش خالص؟ خلاص يا ماما فهمت والله. خلاص ماشي. يلا يا غزل تعالي كده حبيبتي قومي عشان تروحي تلعبي مع اختك. بنروح على مهلك على مهلك. بس يا قلبي تعالي يلا 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 حبيبتي تعالي. ووقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له بشكي له واشرح وعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها نص البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات. يا مكه. نعم يا امنيه. يلا بينا يا مكه عشان نلعبوا بقى. ماشي بس انت ايه اللي جاب اختك معاكي؟ معلش يا مكه اصل ماما راحت مشوار وسابت غزل معايا وانا اضطريت اخدها. معلش النهارده بس. ماشي يا امنيه معاكي فلوس؟ ايوه يا مكه معايا فلوس. طب ايه رايك ناجر عجل؟ ايوه يا مكه ناجر عجل، بس في مشكله. ايه هي؟ غزل اعمل بيها ايه انا مش عارفه. طب انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه؟ تعالي اقول لك عادي. امنية. ايه يا مك؟ معاكي 5 جنيه فكة؟ ايوه يا مك معايا. طب هاتيها يا امنية. ليه؟ هاتيها بس. اتفضلي يا مك. شكرا يا امنية. عفوا. ازيك يا سوق؟ الحمد لله يا مك. بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي الخمسة جنيه دي معاكي وخلي البت دي هتقعد معاكي. ليه يا مك؟ اصل انا وامنيه صاحبتي رايحين ناجروا عجل ساعه. طب ما تاخدوها معاكم. سوكاي دي اخت صاحبتي وعامله ما بتشوف. اسمعي الكلام يا سوك، انت ليكي عندي كلمه واحده بس، انت تقولي لي حاضر ونعم بس. حاضر يا مكة. طب انت بتزعقي ليه؟ خلاص احنا عايزين نلعب بمزاج، مش عايزينها تيجي معانا ولا خلى ابويا يمشيكم من العماره. لا خلاص يا مكة. ماشي يا سوك. بس يا عاميه. اه ماشي. ايه يا مك؟ بصي يا امنيه انا عطيت لسوكا ال5 جنيه دي وقلت لها خلي اختك يعني تقعد معاها. تقعد معاها؟ اه. وهي راضت؟ ايوه راضت. فكره حلوه قوي يا مك. ماشي يا مك خليها تقعد معاها. يعني تعالي يا زوز. تعالي يا حبيبي. خليكي هنا يا غدا. خليكي هنا اروح اجيب حاجه وجاي. ماشي يا امنيه. يلا بينا. يلا. اسمك ايه بقى؟ انا اسمي غزل. اه وانت عامية من زمان؟ ايوه. طب تيجي امشيكي شوية؟ طبعا عايزة اقولك على حاجة. نعم. هي امنية اختي فين؟ امنية اختك راحت تأجر عجل. طبعا عايزة امنية. تعالي نتمشي شوية وبعدين هبقى اوديكي ليها. ماشي. تعالي. خالتو خالتو النبي خالتو. نعم. معايا اختي والله خالتو عامية وما بتشوفش وعايزة اعمل لها العملية. والنبي خالتو ساعديه اي حاجة. دي اختك؟ اه. متأكدة؟ اه خالتو. بس هي لابسة احسن مني. خالتو بقولك عامية وسكان العمارة بيحبوها فعلى طول بيجيبوا لها لبس جديد عشان هي عامية يعني. ساعديها يا ماما ساعديها دي شكلها غلبانة قوي. ماشي يا ماما. حاضر. تعالي تعالي يا غزل. طب خدي يا حبيبتي. خلي بالك. خدي خلي دي معاكي. شكرا يا خالتو ربنا يخلي لك بيتك يا رب. ربنا يخليكي يا حبيبتي. سلامتك يا حبيبتي ان شاء الله تعملي عمليه ترجعي تشوفي تاني يا حبيبتي. ان شاء الله. ماشي. سلمي سلمي على طنط يا غزل.
عايزه حاجه تانية يا حبيبتي؟ لا شكرا يا طارق. ماشي مع السلامه. خلي بالك عليها. ماشي. يلا يا ماما. 100 جنيه. الله الله الله، ده انا شكلي هلم فلوسي النهارده من وراكي قد كده. سوكا. ايه؟ في يا سوكا؟ مفيش حاجه. بصي بقى يا غزل، طول ما انت ماشيه معايا تسالنيش على اي حاجه، عشان كل يوم اخدك افسحك وهركبك عجل اخر النهار. ماشي بجد يا سوكا؟ اه، احسن من اختك كانت رامياكي عندي. ماشي يا سوكا. يلا تعالي بقى. هجيب لك اللي انت عايزه. حاضر يا بابا، ربنا يخليك ليا. عمو. نعم يا حبيبتي. والنبي عمو ساعدني، والنبي عمو اختي عايزه تعمل عمليه عاميه ما بتشوفش. والنبي عمو دي اختك؟ اه. متأكدة ان هي اختك؟ اه. الف سلامة عليك يا حبيبتي. الله يسلمك. بإذن الله تعملي العملية وترجعي تشوفي تاني. ان شاء الله. بس انا مستغرب طريقة كلامها غير خالص. يا عمو. حتى شكلها مش شبهي. يا عمو انا قاعدة ماسكة العمارة انا وامي، بطلع الم الزبالة واسيق السلم واخدة على الشارع يعني. امي قاعدة في الأوضة ما بتشوفش عيني، مالهاش دعوة بالكلام ده. انا قلت كده برضه. امسكي يا حبيبتي 200 جنيه اهم. اتفضلي. شكرا يا عمو، ربنا يخلي لك ابنك يا رب، وتشوفه دكتور قد الدنيا، وربنا ما يحرجك لحد ابدا يا رب. ربنا يخليك. مش عايزه اي حاجه حبيبتي؟ لا شكرا يا عم. يلا بينا يا هاني. يلا يا غازي. بابا ايه يا حبيبي؟ اي حد يقول لك اللي هو غلبان تديله فلوس كده يا بابا؟ يا ابني دول غلابه، واللي بيساعد الغلابه ربنا بيدخله الجنه. كنت اديتهم لي يا بابا صفه مع اصحابي، وربنا برده يدخلك الجنه. يا ابني ربنا يدخلك الجنه ويسترها معاك ويكرمك كمان. ما كنت تديهم لي يا بابا صفه مع اصحابي، وربنا يدخلك الجنه برضه. يا ابني انت مصمم؟ انت حنا حللتها يا ابني. اه اجي لي المهبب ده قدامي. حاضر. يا مك. نعم يا امي. على فكره يا مك، احنا كده اتاخرنا قوي يا مك، احنا بقالنا اكتر من ساعتين. يا أمنية وفيها إيه يعني؟ أنت عارفة عمو صاحب العجل دوت، مع أمنية مش هيزعق لنا. أنت عارفة ليه؟ لأن هو صاحب بابا وعمره ما يقدر يتكلم معانا. أنت عارفة ده أنا كنت بأجر هوفر بورد وبقعد بيه 5 ساعات وما بيزعق لناش. على فكرة ده بيخاف من بابا قوي. بجد؟ بجد يا أمنية. ماشي يا ماما. يا طن يا طن. في ايه يا بنتي؟ نعم بتشديني كده ليه؟ والنبي يا طن، والنبي اختي تعبانه عايزه تعمل عمليه في عينيها عاميه. والنبي يا طن عمليه غاليه قوي، ساعديني باي حاجه. والنبي يا طن ربنا يشفيها لك يا رب ان شاء الله، ويشفي بنتي يا رب ان شاء الله. هي فين اختك دي؟ عندها كام سنه؟ اختي صغيره قد كده. هي فين يعني؟ معاكي؟ اه اهي غزل. تعالي يا غزل، تعالي سلمي على طنط يا غزل. يا بنتي بتهزري يا بنتي ولا بتستعبطي؟ غزل ماما. غزل انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بنتي، انت خطفتي بنتي؟ انت بتخطفي الاطفال؟ ماما مين يا بنت؟ انت يا غزل. يا بنت يا غزل انت تعرفيها؟ غزل ايوه يا دي ماما. انت ايه اللي جابك يبقى هنا؟ انت اكيد ام امنيه صح؟ ايوه انا ام امنيه. انت ايه اللي جاب بنتي معاكي؟ فهميني بقى. بصي يا طنط انا احكي. مكه اللي انا ماسكه عندهم العماره جت وزعقت لي وقالت لي خلي البنت دي قاعده معاكي بدل ما اخلي ابويا يكرشك من العمار، وانا الصراحه مش عايزه امشي من العمار، فخليتها قاعده معايا. فالشيطان لعب في دماغي وانا مش عارفه انا عملت كده ليه، وخدت بنتك وشحت بيها. وبص يا طنط انا في ساعتين بصي لميت قد ايه؟ 2000 جنيه وشويه. تشحتي بنتي؟ اه يا طنط. يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ تعرفي يا ماما دي فسحتني يا ماما، وتعرفي كمان يا ماما دي قالت لي يا ماما ان انا هاجرك بعجل. طنط. ماما. نعم. يا ماما خليها تفسح معاها يا ماما. هعمل معاكي اتفاقي، هاخد منك كل يوم غزل ساعتين هديك 1000 جنيه. اه انت بتهزري. انت عارفه بت انا ممكن ابهدلك هنا واوديكي القسم واقول لهم ان انت خطفتي بنتي، بس انا مش هعمل كده. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان العيب مش عليكي، العيب على اختها ان هي سابتها مع واحده زيك. اه ماليش دعوه بقى، روحي لامي بيت. طب امشي من وشي، امشي من وشي. تعالي يا غزل. يا غزل. بابا كده يا غزل برضو عايزه تمشي معايا؟ يا غزل مش عايزه تمشي معايا؟ يا ماما ما انت بتفسحني، انت بتفسحنيش يا ماما، ولا انت ولا امنيه. تعالي يا حبيبتي انا هفسحك، تعالي حقك عليا.
تعالي تعالي تعالي. هو فين اختي غزل؟ اكيد يعني سوكا اخدتها تجيب اي حاجه لسكان العماره. ماشي. سوكا فين غزل؟ فين اختي؟ يا حبيبتي امك مسكتني بعدلتني وشتمتني بتحسبني خاطفه اختك. يا نهار ابيض، ماما خدتها؟ اه دي ماما مش هتسيبني. طب انا عايزه اقولك على حاجه، انت كنت فين اساسا؟ كنت بشحت باختك، امك فكرتني خاطفاها. بتشحتي بيها؟ اه حرام عليكي، بتشحتي باختي انا؟ وانت مش حرام عليكي ان انت سايبه اختك وبتلعبي؟ دلوقتي انت اللي حرام عليكي عشان ماما مش هتسيبني. نهار ابيض، انا همشي بسرعه بقى، انا اروح لماما. بصي هتفق معاكي اتفاق حلو قوي يا امي. انت سايبه اختك معايا بقالك قد ايه؟ حوالي 4 ساعات. انا في ساعتين لميت 2000 جنيه وشوية. هديك 1000 جنيه واديني اختك ساعتين كل يوم. بعدي عني بقى. طب خدي اقولك حاجة، خدي بس. والله العظيم لعل بابا يمشيكم من العمارة. قوليله ولا انتي ولا ابوكي يعرفوا يعملوا معايا حاجة، وانا مش خايفة منك. انا كنت بهدك بقول عيلة صغيرة سفرة ومش مشكلة، لكن انتي كل شوية تتنكي عليا. في يا بنتي ما تفوقي، ده انا ابويا لو عطل ابوكي قلم هيفرشه في الارض. ابوكي يعمل في ابويا كده يا سوكا؟ اه، وانا ممكن امسكك عليك. انا اقولك على حاجه كمان، اصل انا مش شغاله عندك خدامه، تديني 5 جنيه اقعد لك بالبيت 4 ساعات ليه يعني؟ ماشي يا سوكا. والله يا طلع عيلة البابا عليك، اللي عندكم اعملوه، مش بخاف منكم. يلا الطيارة الحلوة دي رايحة على بق مين؟ ماما. نعم. أنا عايزة أقول لك على حاجة. قولي يا حبيبتي. بصي يا ماما، قلتي لي أنا هفسحك. أيوه هفسحك خالص. هتفسحيني ولا أروح عند سوكا؟ تروحي عند سوكا؟ ينفع كده برضه يا غزة تسيبي ماما وتروحي لسوكا؟ جيتي؟ بصي بقى، أنا مش عارفة أتكلم معاكي وأقول لك إيه. اللي أنتِ عملتيه في أختك ده. يا ماما انا اسفه. خلاص يا ماما، ما انا اعمل ايه؟ كنت زهقانه بصراحه منها يا ماما. بصراحه زهقانه منها. اصل هقول لك على حاجه، انا ما عرفتش اربيكي. ما مكه هي قالت لي الفكره دي. مكه دي اخر مره تكلميها، ولو شفتك ماشيه تاني مع مكه ولا بتكلميها والله ما هسيبك يا امنيه. خلاص يا ماما. افرادي اختك يا بنتي اتخطفت. خلاص افرادي خبطتها عربيه ولا جرى لها حاجه، انا هفرح انا لما انت تنزلي تلعبي في الشارع مع اصحابك. انا اسفه يا ماما. انا يعني انا كنت هعمل فيك لو اختك جرى لها حاجه. ما تردي عليا. خلاص يا ماما، ما حصلهاش حاجه والله. خلاص الحمد لله ان ما حصلهاش حاجه، عشان لو كان حصل لها حاجه يا امنيه والله ما كنت هسيبك. ده غير اللي ابوك اللي هيعمله فيكي لما ابوك يجي. ما تقولوش ان انا هعديها. ما تقولوش يا ماما، ده مش هيسيبني والله يا امنيه. لا خليه يعلقك والله يا امنيه، لا خليه ما يسيبك على اللي انت عملتيه في اختك دي. لو اختك كان جرى لها حاجه والله يا امنيه ما كنت سامحت. يا ماما انا اسفه. اسفه؟ انا مش قابله اسفك يا امنيه، ومفيش نزول من البيت من هنا ورايح. ليه؟ ومفيش لعب. اسمعي الكلام وقولي حاضر ونعم. حاضر. مفيش نزول من البيت، ومفيش لعب مع مك، ومفيش مروح في اي حته غير معايا انا وبس. حاضر. اخدك من ايدك زي اختك واوديكي واجيبك، فاهمه ولا مش فاهمه؟ حاضر. ودلوقتي هاخد اختك وانزل اجر لها عجل وافسحها واعمل لها اللي هي عايزاه، وانت قاعده هنا في البيت عشان تحسي باللي اختك كانت بتحسي بيها يا امنيه. انا اسيبيني لوحدي؟ اسمعي الكلام. اه، ولا عايزه اعمل فيك ولا هدنبك بقى في الشارع تحت قدام الناس في دخله العماره تحت، واللي طالع واللي داخل يبص عليكي ويقول لك بصي اللي مامزه اللي بقى هي ويتريقوا عليكي. خلاص يا ماما. نعم. سامحي امنيه يا ماما، اخر مره هتعمل كده. ماشي، هتفضلي هنا قاعده في البيت لحد ما اروح افسح اختك واجي. خلاص صوتك لو سمعت، ولو لوحتك بس في البلكونه بتبصي من البلكونه مش هسيبك يا امي. خلاص. حاضر. يلا يا غزل تعالي بنروح على مين بتحب. على مين؟ يلا بينا. ايه اللي انا عملته ده؟ انا اللي غلطانه، انا استاهل. كتاب حياتي يعني ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطر والباقي كله عذاب عذاب. أبا أبا. ايه يا بنت يا سوكا يا بنت؟ انا عندي حته مصلحه يابا هتاكلنا الشهر. بتتكلمي بجد يا بنت يا سوكا؟ اه يابا، بس إيه؟ اول الكلام عيد بنت يا سوكا. يا بنت اتسرعتي؟ ساعة
سرقت ايه يابا؟ انت تسمع عن بيتك كده؟ لا انت ورثت يا بنت من ورايا وانا ما اعرفش ايه الفلوس دي كلها يا بنت يا سوكا. كان في بنت عامية يابا خدتها ورحت شحت بيها لميت 2000 جنيه وشويه يابا. بقول لك ايه يابا؟ انا من النهارده عامية وهبله وطرشه ولازم تروح تشحت بيا. احنا اللي شغلنا عند ناس بوابين احنا احسن من ناس في ايه؟ احنا يابا اسبوع بالظبط هنكون زينا زي الناس اللي ساكنه في العمارة. تسلم دماغك يا بنت يا سوكا، كانتها فين الفكره دي؟ بعيد عن دماغي اهو يا بابا. بس اقول لك حاجه، ايه؟ يوم تعمل انت عاميه ويوم اعمل انا اعمى. ماشي. قلت ايه؟ ماشي. يلا بينا، تعرف تمثلي انت عاميه يا بنت؟ اه ياب. يلا بينا يا بنت. يلا ياب. ماما ايه يا غزة؟ هي العجلة لونها ايه؟ العجلة لونها احمر، اللون اللي انت بتحبيه. الله يا ماما بحب اللون الاحمر قوي. ما انا جبتها علشان كل يوم بقى ان شاء الله هنزل بقى يا زوزو العابك وافسحك واعمل لك كل اللي نفسك فيه يا غزل، واخليكي دايما تبقي مبسوطه. ربنا يخليكي ليا يا احلى ام في الدنيا دي كلها. ويخليكي ليا يا غزل. عارفه يا غزل؟ نعم. يعني انا بقعد كده افكر مع نفسي، يعني اقول يا رب هو لازم الواحد كان يحصل له مشكلة عشان يخلي باله على أحسن حاجة في الدنيا كانت معاك. شكرا يا ماما. أوعدك يا غزة إن عمري ما هزعلك تاني، وهفسحك وخرجك وأعمل لك كل اللي نفسك فيه. كل يوم يا ماما هتفسحيني بالعجل. كل يوم بالعجل. ماشي يابا. يلا يا حبيبتي. يلا. خالتي والنبي خالتي. ايوه بنتي. والنبي خالتي ابويا عمى، والنبي نفسي اعمل له العمليه يا خالتي، والنبي ساعديني باي حاجه. ربنا يشفي لك ابوك يا رب. يا رب. بنت يا سوكا يا بنت ما تحرجنيش اكتر من كده، ملوش لزوم الكلام ده يا بنت. لا معلش يا حاجه يا ابويا بيتكسر. صدقي لسه افضل معاش دلوقتي، حظكم حلو. شكرا يا حاج. ربنا يشفيك يا ابني يا رب. ربنا يبارك لك، باين عليكي من صوتك حاجه كبيره. ربنا يبارك لك ويعافيك في صحتك. ربنا يشفيك يا رب. ربنا يخليك. ربنا يشفيك يا ابني يا رب. يا بابا. ايه يا بنت يا سوكا؟ بنت يا سوكا انت ما بتعرفيش تتكلمي يا بنت. ايه يا بنت شحاتي كده؟ هو ربنا يبارك لك ويدعي لها يا بنت. كل ما انا اللي ما بعرفش اشحت. ايوه يا بنت خلي في صعبانيات كده عشان يدفعوا اكتر يا بنت. واقول لك حاجه بقى، انا النهارده عملت اعمى، بكره انت هتعملي اعمى، وهنشوف الناس بتحن لمين، للكبير ولا للصغير. يابا قبل ما تتكلم بس عشان انت عمال تتكلم، مين اللي معلمك يابا؟ مين اللي قال لك الفكره؟ ايه ايه يابا؟ لا مؤاخذه يا سوق، ده انت دماغك دي الماس. ده احنا في 3 ساعات جمعنا اكتر من 5000 جنيه، ده احنا هنجيبوا شقه ملك في العمار. ده انا اروح البلد، ده انا اروح البلد عندنا واعمل عمده. ايوه يابا. يلا يا بنت يلا.